مشاهدينا اهلا بكم فيما يلي نشره انذاريه. موجه حر ما بين 42 و 49 درجه من الخميس الى الاثنين المقبل، بحيث افادت المديريه العامه للارصاد الجويه بانه من المرتقب ان تشهد عدد من عمالات واقاليم المملكه موجه حر ابتداء من بعد غد الخميس والى غايه يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و47 درجة يوم الخميس بكل من بني ملال، بركان، بولمان، شبشاون، دريوش، الحاجب، قلعة سراغنة، الرشيدية، فاس، الفقيه، بن صالح، قرسيف، جرادة، خنيفرة، قريب كام، كناس، مولاي يعقوب، والناظور، وزان، وجدة، صفرو، طاط، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تاونات، توريد، طاطا، تازة، وزاكورة. وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بكل من أوسرد وأسا، الزاك، وبن سليمان، وبرشيد، شيشا، وسمارة، الصويرة، القنيطرة، الخميسات، العرائش، أسفي، وسيدي بن نور، واليوسفية، وبركان، وبولمان، وشفشاون، والحاجب، والراشيدية، وقرسيف، وجرادة، خنيفرة، والناظور، دريوش، وزان، وجدة، وصفرو، توريت، وتازة، وزاكورة. وخلال نفس الفترة يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بكل من مراكش ورحامنا وبني ملال وقلعة سراغنة، فاس، والفقيه، بن صالح، قريب قوم، كناس، مولاي يعقوب، وسطات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وتونات، وطاطا. وبحسب النشرة فإنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 45 و49 درجة من السبت إلى غاية الاثنين المقبل بأكادير، الدوتنان، وبوشدور، والشوكة، أيت بها، قلميم، وإزكان، أيت ملول، وواد الذهب، وسيدي إفني، طنطان، وتيزنيت. إذن كان هذا مشاهدينا كل ما يتعلق بحالة الطقس بالنسبة للنشرة إنذارية بالنسبة للأسبوع المقبل، حيث غيشهد ارتفاع درجات الحرارة من 42 حتى 49 درجة. ونعاود قراءة البلاغ، بحيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تعرف عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من بعد غد الخميس وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و47 درجة يوم الخميس بكل من بني ملال، بركان، بولمان، شفشاون، دريوش، الحاجب، قلعة سراغنة، رشيدية، فاس، الفقيه، بن صالح، قرسيف، جرادة، خنيفرة، قريب، قام، كناس، مولاي يعقوب، ناظور، وزان، وجدة، صفرو، سطات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تاونات، توريق، طاطا، تازة، وزاكور. وأضافت النشرة كذلك أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا ما بين 42 و45 درجة من الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بكل من أوسرد، وأسا، الزاك، بن سليمان، برشيد، شيشا، والسمارة، الصويرة، القنيطرة، الخميسات، العرائش، أسفي، سيدي بن نور، يوسفية، بركان، بولمان، شفشا، والحاجب، والراشيدية، قرسيف، جرادة، خنيفرة، ناظور، دريوش، وزان، وجدة، صفرو، توريد، تازة، وزاكورة. وخلال نفس الفترة يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بكل من مراكش ورحامنا، بني ملال، قلعة سراغنة، فاس، الفقيه، بن صالح، قريب قام، كناس، مولاي يعقوب، وسطات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تاونات، وطاطا. وبحسب النشرة فإنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 45 و49 درجة من السبت إلى غاية الاثنين بأكادير، الدوتنان، بوجدور، الشوكة، أيت باها، قلميم، إنزكان، أيت ملول، واد الذهب، سيدي إفني، طنطان، وتيزنيت. إذن مشاهدينا ناخذوا الحيطة والحذر، نحاولوا من 11 حتى 4 العشية ما نتعرضوش وما نعرضوش بليداتنا لأشعة الشمس. حالة ما خرجنا من الافضل نديرو قبعات على الراس ديالنا، كذلك ما نكونوش مثلا متعرضين للشمس بزاف. الناس اللي غيقصدوا الشواطئ يتعرض للشمس بزاف ومباشره يمشي يعوم، كذلك ما خصوش ياكل مباشره يمشي يعوم. يعني مجموعه من النصائح التزموا بها وما نساوش دائما، وحنا يعني مازالين في الجائحه ومازال كورونا كدور بيناتنا، نتاخذوا جميع الاجراءات والتدابير لحفاظ
احترازية من وضع كمامة تعقيم أيدي وتباعد جسدي، ما بقى لي دمتم في أمان الله إلى اللقاء.